بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يكثر في بعض المجالس يعني الكلام على السياسة، إن بعد ما تنكر عليهم يقول السياسة من الدين، ويتكلمون أحيانا بل إنه يقع في الغيبة، بس إن المجالس المجلس فيه ذكر الله، بعد ما ينتهي المجلس يقولون في مجالس، ما رأيك في الجلوس معهم؟ أنا رأيي أن الكلام في السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوام، رجالها له السلطة والحكم. أما أن تكون السياسة منثورة بين أيدي العوام وفي المجالس فهذا خلاف هدي السلف الصالح، فما كان عمر بن الخطاب ومن قبله كأبي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يبثون سياستهم في مجامع الناس يلوكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل، ابدا ولا يمكن ان تكون السياسه هكذا. السياسه لا اقوى متمرسون فيها يعرفونها ويعرفون مداخلها ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل لا يعرفه كثير من الناس، ولا ينبغي للشباب وغير الشباب ان يمضوا اوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا القيل والقال الذي لا فائده منه. ثم انه قد يبدو لنا مثلا ان صنيع واحد من الناس خطأ، وقد يكون الصواب معه لأنه يعلم من الأمور التي عملها ما لا نعلم نحن، وهذا شيء مشاهد مجرد. وغالب الذين يتكلمون بالسياسة إنما يستنتجونها من أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أوهام يتوهمونها ثم يبنون عليها ما يتكلمون به فيقفون ما ليس لهم به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الجلوس معهم فما داموا على ذكر فاجلس معهم، وإذا قاموا يخوضون هذا الخوض الذي لا فائدة فيه فانصحهم أولا، فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب، وإلا ففارقهم. ثم إذا كان حضورك مجالسهم التي للذكر يؤدي إلى أن يقتروا بأنفسهم أو أن يقتر بهم بمجيئك إليهم غيرهم فيقول لولا أن هؤلاء على خير ما جاء إليه فلان ولا فلان، فلا تأتي إليهم أيضا حتى للذكر، لأن أبواب الذكر رحمه الله كثيرة. نعم. ابن عثيمين رحمه الله.